السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سلواد لكم أجمل تحية. يظهر في الفيديو منطقة رأس علي، والمنطقة المنخفضة هذه اسمها تين نصار، أو كما كانوا يسمونها في زمن دار خليل، كانت هذه تسمى الشارج. من أقوال دار خليل وهم تاركين البلد وراحلين عنها، قالوا إن دارت رحانا على رحاتم رح نطحن وننعم الطحين، وإن دارت رحاتم على رحانا ازرعوا الشارج شعير. كلمة الشارج، هذه الأرض اللي اسمها الشارج، هذه كان أغلى أراضي دار خليل عليهم، فطبعا ازرعوها شعير، معناه أهينوا الأرض، لأن الشعير ما كان يزرع إلا في المناطق الوعرة، المناطق الوعرة وليس في السهول والأراضي الخصبة. فمن ضمن يعني إن تمكنتوا منها فازرعوا الشارج شعير، اجعلوا هذه الأرض فيها شعير، وكأنكم تهينون الأرض بزراعتها بالشعير. فنحن الآن نعز هذه الأرض ونجلها، وهي من أخصب أراضينا، من أخصب أراضي دار حامد، اللي كان الخلاف بينهم وبين أقاربهم وأبناء عمومتهم اللي هم دار خليل. دار خليل الآن الجميع بيعرف إنهم بسكنوا في دومة ويسموا باسم السلاودة. كانت هذه الأرض غالية عليهم وكانوا يعني يعتزوا فيها. المهم إحنا ما بدنا نحاول نذكر كثير عن الماضي لنعيش الحاضر، أفضل من أن نعيش على ذكرى الماضي. فهذه الأراضي الآن هي مناطق فيها أجزاء من أراضي تجارية وأراضي السكن، وهي من جزء هذه المنطقة الظاهرة حاليا اللي هي جهير، هي تقع تحت جهير إلى الغرب وإلى الشمال من رأس بركة وتمتد إلى الحومة. طبعا في الصورة حاليا هذا رأس علي القريبة اللي فيها مأذنة المسجد، مسجد أبو عبيدة، والمنطقة البعيدة هذه بلدة المنطقة القديمة من سلوات. طبعا التصوير من هذه اللي هي كما أسلفت الشارج، أو ما تعرف حاليا بتين نصار، بتين نصار، وهي المنطقة المقابلة لمدرسة سلواد، مدرسة سلواد الأساسية للذكور، المدرسة الدنيا. وسر خصوبة هذه الأراضي إنها مجرى ماء، يعني كل المياه اللي كانت تتجمع في رأس بركة وفي مناطق من الوسطية تسير إلى هذه المنطقة في طريقها إلى وادي الحومة. هذه هي. طبعا هذا مسجد أبو عبيدة، معروف عن مسجد، يعرف مسجد أبو عبيدة بمأذنته المرتفعة التي يعني يصل ارتفاعها إلى أكثر من 80 متر. من ظهر المأذنة تشرف على الساحل الفلسطيني، تطل على الساحل الفلسطيني، وتطل جنوبا إلى رام الله إلى ضواحيها، لأن سلوات بالواقع هي أعلى من رام الله وأعلى من القدس،
والأصبح ولكن الآن بعد البناء في محيط القدس أصبح يستحي من الصعب جدا أن ترى القدس. كنا وإحنا أطفال نذهب إلى أعلى قمة العصور ونشاهد قبة الصخرة والمسجد الأقصى من التلة الغربية للعصور، كنا نشاهدها بالعين المجردة وهي في خاصة في الصباح، وقبة الصخرة تتلألأ كالذهب بانعكاس أشعة الشمس عليها. طبعا حتى من العصور تستطيع رؤية جبال السلط إذا كان الجو صافي، يمكن إلى الشمال بعد جبال نابلس قد ترى جبل الشيخ إلى الشمال، ولا الجنوب طبعا جبال القدس، ولا الغرب الساحل الفلسطيني بالضبط يعني مقابل يافا أو ضواحي يافا الجنوبية سلوات تقع، أي هذه الأرض في الأفق في جبل هذا بسموه برج لسانة. برج لسانة هذا الجبل الأجرد، ما فيش مش واضح، في عليه بعض المباني ولكن غير واضحة هذه المباني، يعني مش واضحة 100% المباني. هذه المنطقة الظاهرة في الأمام هذه بدأت تعمر في 65 66 67 واستمر ما بعدها العمران إلى أن توسع إلى المناطق المحيطة إلى الوسطية المصلوبية، إلى يعني أنا أذكر ما كان في رأس بركة إلا بيتين في حدود 67، بيتين بس حاليا حي راقي جدا راس بركة. كل هذه الأحياء اللي حي الجير اللي مبين من هنا، حي الجير جزء من الشارج، هذه المباني اللي ظاهرة في الأمام. طبعا هذا جانب من سلواد كبيرة، سلواد يعني تعتبر حاليا بمصاف المدن، وهذه بعض أحيائها، وسنحاول أننا نصور في مناطق أخرى ونركز على أحياء أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.